المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي ينطلق 5 يونيو جريدة النهار الكويتية 17 مايو 2022 ينطلق المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت عبر منصة الذكاء الاصطناعي كأحد المبادرات الخليجية للدكتورة هنادي المباركي رئيس المؤتمر والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية بعد نجاح المؤتمرات السابقة. وبينت دكتورة المباركي في تصريح صحفي أن البلدان المتقدمة والنامية تسعى إلى نمو وتنويع اقتصاداتها نحو برامج الاقتصاد الحديث مثل برامج حاضنات الأعمال ومصرعات الأعمال وبرامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا، في حين تكمن أهمية البرامج العالمية للدول في رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية القياسية للدول الخليجية، إضافة إلى رؤية دولة الكويت 2035 إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت المباركي إلى أن برامج الاقتصاد الحديث تركز على 10 أهداف: 1- التنويع والنمو الاقتصادي والاجتماعي، 2- استحداث قطاعات جديدة صناعية وتكنولوجية، 3- نقل وتسويق التكنولوجيا، 4- زيادة ونمو عدد الشركات الجديدة، 5- إيجاد فرص عمل جديدة ومستدام، 6- خفض معدل فشل الشركات الناشئة، 7- زيادة نمو الدخل والإنتاجية، 8- تطوير المدن الذكية، 9- بناء القدرات الابتكارية، 10- استحداث الأسواق الجديدة. وركزت دكتورة المباركي في هذا العام 2022 على أهداف مختلفة للمؤتمر، بدءا في تسريع منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الخليجية ونقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الدول الخليجية، كما هدف المؤتمر على دور الإعلام المميز في دعم الاقتصاد الرقمي، وكذلك الارتقاء وتطوير دور المجتمعات الخليجية في أنشطة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتفعيل استدامة النمو الذكي والمناطق الذكية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مناحي التعليم المختلفة وتنفيذ استراتيجيات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لتمكين النمو الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع خلق شراكات استراتيجية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وتعتبر فكرة المؤتمر انطلقت عبر المبادرة الخليجية لسنة 2020 التي تركز على الارتقاء في منظومة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تنقسم المبادرة الخليجية إلى 4 أجزاء رئيسة: أولاً، إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنوياً لتبادل التطبيقات الناجحة. ثانياً، انطلاق المجلة الخليجية تكنوباركة باللغتين العربية والإنجليزية. ثالثاً، انطلاق مسرعة الأعمال الافتراضية الخليجية الذكية لتقدم برامج خليجية. رابعاً، إصدار سلسلة من الكتب على منصة أمازون، وهي تعد خارطة الطريق للتطبيقات العالمية الناجحة للاقتصاد الرقمي الحديث. وفي الختام، دعت دكتورة المباركي المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط المؤتمر ورابط شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، الروابط أسفل الفيديو.